فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة القصد، والقصد لفظ دال على توسط واعتدال في الأمور كلها، وما كان القصد في شيء إلا زانه، وما خلى عن شيء إلا شانه، إذا كان بهذا المعنى الذي ذكرنا التوسط والاعتدال. والأمة المسلمة كلها أمة مقتصدة، ليس بمعنى أنها ليست سابقة في الخيرات، لا ليس بهذا المعنى، ولكن اقتصادها توسطها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا المقصود بالاقتصاد والقصد. ومنه قوله عز وجل واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واقصد في مشيك، فالقصد في المشي السير بصورة لا متباطئة متماوتة، ولا بصورة مسرعة إلى درجة الافتتان والفتنة، إلى درجة السرعة المربكة، وإنما القصد في السير والمشي أن يسير الإنسان مسرعا لكن مطمئنا أيضا ساكنا هادئا، يسير بقوة ولكن بسكينة ووقار، وكذلك كان مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روي في كتب الشمائل وكتب السنن. كان أسرع الناس مشيا عليه الصلاة والسلام، ولكن في غير هرولة ولا سرعة مرتبكة، بل كان يسير مسرعا وبسكينة وهدوء، وهو ما يسمى بالقصد. إلا أن هذه العبارة القرآنية لا تؤخذ عند أرباب الإشارات واللطائف على ظاهرها فقط، بل يؤخذ منها أيضا مقاصد أخرى تؤخذ من عموم المقصد الشرعي من التوسط في الأمر كله. فالمشي لا يكون فيه قصد إلا إذا كان لمصلحة شرعية دينية أو دنيوية، ويؤخذ كذلك بالتبع معنى القصد بوضع النية الحسنة في السير إلى الحوائج والأمور. فمشي إلى المعصية مثلا يخالف قوله عز وجل واقصد في مشيك، فليس بقصد، فيجب أن يكون قصدك إلى خير بمعنى النية. قلت وهذا معنى تبعي، وإنما الأصل في العبارة التوسط والاعتدال، وهو المعنى الذي نريد أن نقف عليه اليوم. فمشيك أيها العبد ليس على رجلين وقدمين وحسب، بل حياتك كلها مشي وسير. أنت تعيش، تعيش الحياة الدنيا سائرا إلى الله أحببت أم كرهت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدح، وإلى هذه تفيد الغاية، أنت تعيش وتشق طريقك بمشقة إلى غاية هي أن تلقى ربك، فأنت ماشي سائر، فطلب منك أن تقصد في مشيك. فكل حياتك إذن، كل أنشطتك الدنيوية العادية والعبادية كلها سير، فعليك بالقصد، القصد القصد فيها، واقصد في مشيك، وهو الذي يسمى أيضا بالاقتصاد الذي اشتهر استعماله في مجال المال، والحقيقة أنه أوسع من ذلك بكثير، أوسع من مجال المال. وحينما يقال فلان مقتصد في ماله وفي حياته، فلا ينبغي أن يحمل على ما راج عن هذه العبارة من دلالة خاطئة من أن الاقتصاد يعني الشح والبخل، هذا خطأ، وإنما المقتصد في المال هو المتوسط بلا سرف ولا مخيلة، هو المطبق لقول الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذا اقتصاد يعني اعتدال، لا هو بالبخيل ولا بالشحيح ولا هو بالمبذر من إخوان الشياطين، بل هو مقتصد ينفق حيث المصلحة ويحجم حيث المفسدة. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مقتصدا بهذا الباب. فإذا كان ذلك كذلك، فالمقتصد إذن مؤمن صالح، والاقتصاد صفة إيجابية لا سلبية. ولا يقتصد المقتصد في ماله إلا إذا كان مقتصدا في حياته كلها، يعني ما يمكن يحصل لدى الإنسان اقتصاد في المصروف ديالو دي الحياة ديالو، وزولوا من البال أنه مقتصد يعني عنده الاقتصاد في المصروف يعني ما كيصرف بزاف، زولوا من البال، هذا غير صحيح. وإنما الذي يقتصد في ماله هو الذي ينفق
حيث الخير، خير لأبنائه ولأسرته، خير لأمته، خير لنفسه، خير للمجتمع، ينفق، شر يحجم لا ينفق. هذا المقتصد. أما الذي لا يشتري الطعام الفلاني والفاكهة الفلانية وقد وسع الله عليه في الرزق فليس بمقتصد، هذا بخيل. فإذا زاد واشتد كان شحيحا، والشح أشد من البخل. فإن كان ينفق في الخير وينفق في الشر فهذا سفيه، هكذا اسمه القرآن، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، سفيه. والوسط الاقتصاد، وهي صفة نبوية، بل الأنبياء جميعا والرسل كانوا مقتصدين بهذا المعنى، ولا يسلك مسلكهم إلا صالح مهتد. فإذا الإنسان المقتصد بهذا المعنى قلت قبل لا يكون كذلك إلا إذا كان مقتصدا في حياته جميعا، في أخلاقه ينفق السلوك الصالح ويحجم عن إنفاق السلوك فاسد، مقتصد، يعين صاحب الحاجة ويهرب من صاحب المعصية، لا يعينه على معصيته، مقتصد. هذا اقتصاد، كله اقتصاد. فالاقتصاد إذن معنى شامل، هو صلاح في الدين وفي الدنيا معا. ولذلك وجب على المؤمن أن يتعلم هذا المعنى في حياته فيربي نفسه على معاني الاقتصاد. ومن أهم فوائد الاقتصاد بهذا المعنى الذي ذكرت أنه يهذب النفس ويشذبها، فالنفس لها مطالب، مطالب النفس لا تنتهي. لو كان لابن آدم واد من ذهب أو من مال لابتغى إليه ثانية، ولو كان له واديان لابتغى إليهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيح ثابت. فالاقتصاد يربي هذه النفس الشرهة الهلوع، يربيها ويهذبها ويشذبها، وتحصل البركة آنئذ في المال كما تحصل البركة في الحياة جميعا. بركة، من كان مقتصدا بارك الله له في رزقه. وسوء التصرف في الحياة وفي المال هما مرتبطان. الذي لا يحسن التصرف في حياته لا يمكن أبدا أن يحسن التصرف في المال. الذي لا يحسن التصرف في حياته العامة، في أسرته، في دينه، في مجتمعه، لا يمكن أبدا أن يحسن التصرف في المال. فهو في المال أحد أمرين، إما بخيل وإما مسرف، ولا يمكن أن يكون مقتصدا. إنما المقتصد من اقتصد في كل أمره، هي طبيعة، خلق، سلوك. فالمبذر للمال مثلا لا يكون مبذرا للمال إلا إذا كان لا يعطي قيمة للرزق، وإذا كان لا يعطي للرزق قيمته ففيه شيء من إنكار النعمة وجحودها، وفيه شيء من الجهل بنعم الله وبحق الله عليه في المال وفي الأعمال. ولو كان قد قدر نعمة الله حق قدرها حقا لما أهدرها، لأن الذي يبذل المال كيدفق المال ليس في الخير بل في كل شيء. فهذا الإنسان لا يعرف قيمة ذلك المال من حيث هو مال أعطاه الله إياه، لا يعرف النعمة، لا يعرف قيمة الرزق، ولا يتذوق معنى اسم الله الرزاق، لا يدرك ذلك. من أدرك وتعرف على الرزاق جل وعلا من حيث هو رازق للعباد عظمت عنده النعمة وكبرت وصار أكثر إشفاقا عليها من أن يبذرها وأن يضيعها في لا شيء، وإنما ينفقها في وجوهها الشرعية مما تقتضيه العادات أو تقتضيه العبادات، وكل ذلك وجوه شرعية للمال، أمور ديال الدنيا اللي شرعها الله وأعطاها لنا من باب الإذن والإباحة، وأمور ديال الآخرة اللي بها كان عبد رب العالمين كالزكوات والصدقات وما شابه ذلك. فمصارف المال في الإسلام مضبوطة محدودة، نسد بها الخلات ونرفع بها الحاجات ونكون بذلك من العابدين. ما تصور لكش على بالك بأنه الدرهم إلى شريت به شي فاكهة لوليدات أو الخبز أو اللحم راه ضاع أبدا، أو لستتعبد الله به أبدا، بل أنت إن كنت في ذلك مقتصدا فأنت من العابدين، كما في حديثي وفي بضع أحدكم صدقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجال من أمة الإسلام أن يجامع الرجل زوجته فهو متصدق له أجر، ولكن ليس على طريقة البهائم والحيوان، لا، ولكن على طريقة الاقتصاد.
مقتصد أيضا في ذلك. قالوا أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال نعم. أرأيت إن وضعها في حرام ألا يكون عليه بذلك وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك فإذا وضعها في حلال، لأنه كان مقتصدا، بعد عن الإسراف الذي يقود إلى الحرام، وبعد عن البخل الذي يخرجه إلى حد الرهبنة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام: أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وإنما سنته عليه الصلاة والسلام الاقتصاد، التوسط في الأمور كلها، وكان عليه الصلاة والسلام يحب التوسط في الأمور كلها. فأن تنفق في العادات أمور ديال الدنيا ديالك في وجوه الحاجات احتجت إلى كذا، وهو مصلحة تخصك في نفسك أو في أبنائك أو في أسرتك، وأنفقت تسد تلك الخلة وترفع تلك الحاجة، لأنك راع، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. بهذا المعنى أنت مأجور على عملك، يرتفع الفعل من درجة الإباحة إلى درجة الندب من حيث الأجر، مش من حيث الحكم، أو إلى درجة الوجوب من حيث الأجر وليس بالضرورة من حيث الحكم، ويكون كذلك في مجال آخر من مقاصد الشريعة ليس هذا مجاله. إذن الاقتصاد صفة يجب أن نكتسبها، سنتعلمها. وقد تجد الإنسان يدخل عليه من المال مدخل بسيط لكنه مبارك، لأنه مقتصد، مش بخيل، لا، مقتصد، متوسط في حياته، لا يريد أن يعيش عيشة المترفين المسرفين المبذرين، ولكنه يسد الخلات بقدر الحاجة، تقابيد الدنيا اللي كيتفتحوا كيسدهم على قدر طاقته، فيبارك الله له في ماله ويبارك له في حياته. وعجيب في هذا الأمر، شحال من واحد تدخل عليه ملايين ملايين في الشر ولا يزال يلهث حياته كلها، ننظر ويلهث، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. علاش؟ لأنه ما حد يسد في تقابيه وما كيجدوا يتفتحوا ويتوسعوا، لا بركة له في رزقه، لا بركة له في ماله، فبقدر ما يجمع بقصد الهلع وفي غير الهيف، بقدر ما يفتح الله عليه من الخلات كيدير له تقابي كبار. أما ذلك الذي يعيش حياة المقتصدين ويدخل عليه مقدار بسيط من المال، فإن الله يبارك له في ذلك المال، من جهة أن هذاك المال الدرهم في الدو بحال مليون من حيث بركته، ويسد عليه من عنده سبحانه خلات فتح على آخرين، يعفو عنه ويزيل عنه أمراضا كثيرة ابتلى بها أقوام آخرين علاجها عند الغرب، ما يلقوا حتى دواها هنا والعياذ بالله، نسأل الله العافية. شيء عجيب جدا. وقد رأينا وشاهدنا أن كثيرا من المترفين ممن انفتحوا على الدنيا وانفتحت عليهم الدنيا ابتلاهم الله بما لا قبل للناس به، وكثير منهم استغرق البلاء ماله كله، أفلس، إفلاس يعني سيزا، إفلاس. الاقتصاد بركة وعبادة، بركة لأن الله يبارك فيه ويبارك صاحبه، وعبادة لأنه تسنن بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والأنبياء والرسل قبله، واتباع للصالحين والصديقين من هذه الأمة والعلماء المهتدين. حينما يعيش المؤمن ذلك يجد في قلبه ما لا يجده آخرون، وهو القناعة والورع. فأما القناعة فهو يكتفي بما وجد، يكتفي بما وجد ويتورع عما لم يجد. وفي الحديث الصحيح من قول النبي عليه الصلاة والسلام: وخير دينكم الورع، خير دينكم الورع. الورع أن المؤمن بعدما يجد في قلبه قناعة وراحة من طلب الدنيا لا يشتاق إلى ما عند الآخرين، ولا تمتد عينه إلى مواطن الشبه والشبهات، فهو ورع ويرضى بالقليل وباليسير. فإذا به وقد رضي بذلك القليل واليسير صار بين يديه كثيرا. ورحم الله الإمام الزهري، وهو شيخ من شيوخ مالك رحمه الله، كان يقول: إذا دخلت بيتي وأكلت رغيفا وشربت ماء فعل الدنيا العفا. دخل الدار القطريف ديال الخبز، شرب ميها، أطفأ حرقة الجوع في معدته، غير كيسكت المعدة، الله يربح الدنيا وماليها، فعلى الدنيا العفا. شرط واحد: ألا تفتح
تفتنه معدته عن عبادته، لأن الجوع يفتن الإنسان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من الجوع ويقول في دعائه: وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. الضجيع هو اللي نعس حدك، إلا نعس حدك الجوع ما يخليكش تنعس، عافانا الله وإياكم منه. فكان إذن الصحابة على هدى وهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يبحثون عما يسدون به الجوع حتى لا يفتنهم عن عبادة الله وعن طلب العلم وعن كل ما يصلح به دنياهم ويصلح به دينهم. وكانوا لذلك من أكرم الناس، لأنه لا كلفة بينهم وسلكت حياتهم وسهلت، سهلت الحياة عندهم، تزوجوا بسهولة وأكرموا بسهولة وعاشوا بسهولة وعبدوا الله بسهولة، ما رأوا في ذلك عنة ولا شدة قط. وحينما شددنا على أنفسنا شدد الله علينا. وقد صح قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو في البخاري: من شدد شدد الله عليه. نعوذ بالله، وتشددنا فعلا. إلا بغيت تعرض على شيء واحد خصك ما هي وما لونها، الطاجين الأول والطاجين الثاني والطاجين الثالث والشلاضة والشليضة وتمرة، فكل ذلك يقود الإنسان إلى أحد شيئين كيخليك تعيش جوج الحالات: إما البخل لأنه وحلك هذا الشيء فشعور برفض الضيف وهذا بخل، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة يرفضوا الأضياف، هذه مصيبة، أو تبذير وإسراف لا تستطيع أن تتخذ وسطا، إما أن تكرمه فتكون مبذرا لا بد من التبذير، وإما أن ترفضه فتكون بخيلا ولا تستطيع. صعيب جدا، هذا نادر في هذا الزمان من يسلوكه أن يكرم ضيفه وبالقراء. العرب كيقولوا إكرام الضيف القراء، ذاك الشيء اللي لقى ما وجد، نادر مثل هذا، وبه سهلت الحياة قديما. الزواج اليوم شقاء بسببنا نحن، بغض النظر عما يصحب الأعراس من فضائح، هذا كلام أخر وموضوع آخر، لا فقط بالأطعمة نتحدث، كوارث، جرائم، أقول جرائم فعلا، جريمة في حق الناس وفي حق الأسرتين، تظلم الأسرة نفسها بنفسها، تظلم نفسها بنفسها، ويظلمون الناس أيضا، لأنه واحد الأسرة ما يديروا واحد الطريقة في الطعام غير مسبوقة يبتدعون بدعة، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ويصبح هذا الترف وهذا البذخ وهذا الإسراف فعلا شيطانيا، وأقول فعلا شيطانيا. وكانت موائد الصحابة في أعراسهم ومناسباتهم فيها شبع، يشبعوا ماشي كيجوعوا، إنهم كانوا يذبحون الجزور، يذبحوا النقع أو النوق، ولكن في غير إسراف ولا مخيلة، ما يتنفخوا على حد وما يصرفوا، ما فيه تبذير ولا إسراف، فيه اعتدال ووسط. الاقتصاد إذن خلق وتواضع، ولا يكون ذلك في متكبر ولا في مختال فخور، اللي فيه النفخة والكبرياء وكيبغي يبين راسه لا يستطيع أن يكون مقتصدا. ولذلك قلت الاقتصاد يهذب النفس، ما يخرجوا لها القرون ديال إبليس كيبقى يقطعهم ليها، كبرياء تكبر على الناس، اختيال المختال يدير الحاجة ويبغي يبينها، فخور يفتخر بذلك ويحب أن يذكر ويذكره: فعلت وأعطيت وأنفقت. لا بركة في ذلك، ولذلك مع الأسف نتج عن هذا فساد في الدين وفساد في الدنيا. أما الفساد في الدين فمع الأسف الزواج لم تعد فيه بركة، وصار إلى الفساد الذي تعلمون، وعازف الناس عنه، بعدوا عليه واختاروا لأنفسهم الحرام، بل إنه قد يتزوج ومع ذلك يفسق وينحرف إلى الفساد والزنا، لأن الأساس الذي بني عليه زواجه لم يكن أس عبادة بل أس صرف ومخيلة، فلا بركة فيه. هذا مثال مما آلت إليه حياتنا العادية والعبادية بسبب غياب الاقتصاد. خلق الأنبياء، هذا خلق الأنبياء، فكيف تحصل هذا إذن؟ إنما يحصله المؤمن بإعادة تجديد معتقده، عقيدة، يرجع إلى تحقيق العقيدة الصحيحة السليمة ويحقق توحيده لله الواحد القهار. حينما يحقق العبد توحيد الربوبية بإسناد الأمر كله لله خلقا وأمرا وتقديرا، ويحقق توحيد الألوهية بالخضوع لله عز وجل
وجعل كل الفعل قصدا اقتصاد، قصدا يقصد به وجه الله وحده دون سواه، فلن يكون آنئذ إلا من المقتصدين، ولن يكون إلا ذا اقتصاد وصاحب اعتدال ووسط، ويجد بعد ذلك راحته، يعيش مرتاح ما محنش. كثير من أهل المال والأعمال يعيشون ضنكا وشظفا أشد من عيشة الفقراء. سبحان الله العظيم، سمعنا ورأينا أصحاب أموال طائلة هائلة كيقول لك الوقت خيبة، سبحان الله، والمال يجري من بين يديه يغرق في مالي ولا يزال يشكو ديما يتشكى. سبحان الله، وكان أولى به أن يكون أول الشاكرين إذ كان أوسع الناس رزقا أو من أوسعهم رزقا، بسبب أن القناعة لم تحصل في القلب. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها يعيش على ما وجد، فقد لا تشتعل النار في بيت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر والشهرين ويعيشون على الأسودين الماء والدقل، يدوز شهر وشهرين تزيد أو تنقص ما طيبوش، شعلوش النار ما طيبوش، ماشي لأنهم بخلوا، لا ما كينش ما طيبوش، شربوا الماء ويأكلوا التمر بخير. ثم إذا وجد اللحم كان يحب لحم الكتف ويستعذب له الماء، إذا لقى اللحم يأكل لحم الكتف من ألطف وألذ ما في الدابة، ويستعذب له الماء، شرب عليه الماء ويشرب معه الماء، يجي حلو الماء معه. وكان يأكل الثريد عليه الصلاة والسلام، ولكن أيضا يأكل الشعير، هذه قناعة. إذا وجد النعمة أخذها من باب الإذن تعبدا وشكرا لله الواحد القهار، وكان يحب أن يظهر نعمة الله عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فإن لم يجد وجد قناعة، إن لم يجد مالا وجد قناعة، هو ديما لقي ديما عنده، ماذا عنده؟ عنده قناعة في القلب وشكر، شكر عند النعمة عنده، ورضا عند الحاجة قناعة، فهو عنده، ما عمره ما كان مخصوص عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي سماه أهل التربية بعد بمقام الغنى العالي، لأنه يعني الغنى في جزء الأنواع، غنى الدنيا فلان له مال غني، ولكن الغني من كان غنيا بالله، فسموه مقام الغنى العالي، لأنه ارتفع غناه ليتصل بخزائن رب السماوات والأرض، من يملك خزائن السماوات والأرض. يعني شيء عجيب يحصل يعني بهذا المعنى، لطيف جدا. صور كتلقى بعض الأحيان، هذا مثال بشري مادي غير باش نقربوا به الفم، واحد عنده رصيد في البنك ملاير محطوطين، ولكن واحد النهار كيتغدى بواحد الكسرة ديال الخبز ومرتاح مع رصيد، يجد طمأنينته ليس بما يأكل، لا بما يوقن أنه عنده، يعني ديك الراحة اللي عنده الطمأنينة كيعرف بلي الفلوس مخزوني إلا بغى يلقى، ولكن دابا الوقت جابت واحد طرف الخبز فهو يأكله ومرتاح، ديك اللحظة لا يجد قلقا. طيب الإنسان المؤمن، هذا مثال قلت أعمق في هذا المعنى، لأنك حينما لا تجد شيئا فكن على يقين، إن كنت من الموقنين أن وراءك خزينة رب السماوات والأرض، إن كنت متعلقا باسم الله الرزاق، إن كنت متعلقا باسم الله الرزاق وبكل أسمائه الحسنى توحيدا وتفريدا، فخزائن الله عز وجل بين يديك تمدك بالسكينة والطمأنينة، هذاك الرصيد ديالك، فأنت عبد الغني، ومن كان عبدا للغني اتصل معنى الغنى بقلبه، أنت عبد للغني، فإن كنت عبده حقا، وإنما معنى العبودية الخدمة، هذا معنى العبودية، خاضع لله أراضي بما حكم الله به عليك تعبد الله عبودية، اتصل معنى الغنى الذي هو صفته عز وجل واسمه من أسمائه الحسنى الغني، اتصل هذا المعنى بقلبك فوجدت راحة تماما، كراحة الذي يرى ما له لا حد له، ولكنه طبعا ليس في حاجة إلى كل ذلك المال، يأخذ منه ما يسد به رمقه، كل هذا تأخذه من هذا المعنى الاقتصاد، فهو يهذب ويشذب ويربي وينمي، يزيل عنك النقائص، نقائص البخل والسرف والمخيلة، في ما طلعت شيء في خصلة من الخصال الشيطانية يشذبها كيضربها بحال المقص يقطعها، ثم ينمي فيك خصال الخير
فتكون أكثر ارتباطا بالله وأكثر محبة لله وأكثر سيرا وسعيا للاتصاف بصفات الخير والجمال المتدفقة من أنوار اسماء الله الحسنى، رحمة ورزقا وسكينة. قلت قبل العقيدة منبع للاقتصاد، ومسار ذلك تطبيقا وعملا أن تتعرف على الله عز وجل من خلال صفاته العلى وأسمائه الحسنى. يجب أن تتعرف على معاني الأسماء الحسنى والصفات الربانية العليا. التعرف ليس بالمعنى الذهني فقط، لا، ليس يكفي، وإنما التعرف بالمعنى الوجداني الذوقي. أن تتعرف على ذلك أن تتذوقه وتجد تجربته في قلبك وفي نفسك، حينما تقترب من الله حقا وصدقا وتتوكل عليه رزقا من حيث هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه جل وعلا، وتشاهد ذلك في حياتك كيف يرزقك وكيف تنسد جميع الأبواب بين يديك، فينفتح باب لا تدري ولم تكن تدري ولم تكن تعد له حسابا، يأتيك منه رزقك الذي يكفيك لحاجتك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تشاهد ذلك عيانا مشاهدة، وتجده تجربة. تكون آنئذ قد عرفت الله من حيث هو الرزاق، تعرفه، تتعرف إلى الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا باب من أبواب المعرفة بالله. نحن اليوم في حاجة أكثر إلى التعرف على ربنا الذي خلقنا. نحن نجهل كثيرا مما يتعلق بعقيدتنا التي هي عقيدة الوسط والاعتدال والاقتصاد. عقيدة الوسط والاعتدال والاقتصاد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عجيب رواه أحمد وأبو داود، له صيغة حسنة وله صيغة صحيحة، وكلاهما أخرجهما السيوطي في الجامع الصغير وصححهما الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن التؤدة، وفي لفظ التؤدة، مرة بشديد ديال إن ومرة بغير إن، التؤدة، والتؤدة هي الاتزان والتمهل والتأني، قللت الزربة، ما تزربش غير شوية، تأني من الرحمن، تؤدة. التؤدة والهدي الصالح، الهدي الصالح السلوك الصالح، تصرف صالح، والسمت الصالح. إن التؤدة والهدي الصالح والسمت الصالح، السمت هي الصفة، الصفة الظاهرة لك أو منك إلى الناس. تشوف واحد تقول سمته حسن، سمته حسن يعني المظهر دياله، ماشي حويجه، لا، يعني ما يقع بقلبك من مظهره النفسي. ما معنى هذا الكلام؟ ماشي يعني وجهه واش مقد ولا مخسر اطلاقا، ليس هذا، ولكن بحال داك النوع اللي كنشوفوه كتقول سبحان الله غير شفته دخل لي في خاطري، هذا هو المقصود بالسمت، يعني فيه بشر، فيه إلف، كتولف بسرعه. والمؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فراه شحال من واحد فيه المنظر، يعني الجمال الظاهر، لكنه ممجوج، سبحان الله ما مقبولش، لأنه ليس له سمت حسن. ففرقوا بين السمت الحسن والشكل الحسن. السمت هو ما يفيض من النفس على الوجه، ذاك الزين ديال القلب كيفيض على الوجه، هذا هو السمت الحسن، يكون بصلاح الإنسان وبتقواه وبورعه وبصدق نيته وإخلاصه. التؤدة والهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، يعني صفة من صفات النبوة، 1/25 جزء من النبوة. إذا شديت النبوة وقسمتها على 25، واحد من هادوك راه فهادو، إذا خديت هادو فأنت إذن فيك 1/25 من النبوة، كما قال في الرؤية الصالحة جزء من 46 من النبوة. واحد في الرؤية الصالحة تشوف شي منامة ديال الخير يراها العبد الصالح أو ترى له، 1/26. الآن زدت درجة بالخلق الحسن، تصبح فيك جزئية نبوية، خلق رباني نبوي بسبب تخلقك
لأن الخلق العام يجمع كل هذا. ولا يكون السمت الحسن الصالح إلا من مقتصد، ولا يكون الهدي الصالح إلا من مقتصد، كما أن التؤدة يعني الاتزان والاعتدال والمهل والتأني لا يكون إلا من مقتصد. فالاقتصاد سر الصلاح والفلاح، منبعه قلت العقيدة الصحيحة السليمة في اقتصاد، هذا منبع الاقتصاد، لأنك تطمئن إلى ما عند الله عز وجل، تطمئن إليه وتوقن به. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، مثل هؤلاء مقتصدون. ولذلك حث عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث على اكتساب صفة الاقتصاد. وليس الاقتصاد المذكور في الحديث فقط هو بالمعنى المالي الجزئي اللي مستعمل به في هذا الزمان، لا أبدا، هذا معنى مترجم غربي ماشي ديالنا. ما تقول الاقتصاد تعني به إدارة المال بالمعنى الحديث الكلمة، ماشي معنى تراثي إسلامي، هو معنى مأخوذ من أوروبا، وهو جزء من عدد كبير من الأجزاء لمعنى الاقتصاد في الإسلام. الاقتصاد ديال النصارى المالي يجردونه من الأخلاق، يجعلون الإنسان المقتصد آلة ميكانيكية. إذا كانت فيك العاطفة على أولادك وعلى الأسرة ديالك فلست بمقتصد ناجح. في المنطق ديال النصارى وديال اليهود المقتصد الناجح هو الذي يقطع العلاقات الاجتماعية العاطفية، كاينش ابن عمو، كاينش الصدقة، ما كاينش الخير، ما كاينش البر والإحسان. نهار تشوفهم كيديروا البر والخير والإحسان راه كيكذبوا، راه المنطق ديالهم مصلحي اقتصادي بالمعنى العوج ديال كلمة اقتصاد، راه كيعطي باش يربح. بحال شفت اليهودي كيتصدق تماما، دير الثقة في اليهودي هو كيتصدق، ما يثق فيه الا واحد غبي. الا تصدق بريال راه باش يربح 100 ريال، راه ضرب لها حسابها وعارفها منين خرجت وعارفها منين غتدخل، لا ينظر الى الاخره اطلاقا. فكذلك الاقتصاد عندهم، والاقتصاد عندهم هو الذي اهلك العباد والبلاد ودمر الحياه وافقر الناس واهلك الحرث والنسل. اقتصاد ديالهم، اقتصاد ابنائهم وصناديقهم الدوليه التي خربت العالم واشاعت الاخلاق الفتاكه في الشعوب، هذا اقتصاد ديالهم. نحن الان نعيش مراره اتباعنا لاقتصاد اليهود، وتدمرنا اخلاقهم، اخلاقهم من اقتصاده، اخلاقهم القاتله السامه. اما الاقتصاد في الاسلام فيبدا من توحيد الله، يبدا من توحيد الله عز وجل، من ها هنالك يبدا، واعتقاد اليقين في اليوم الآخر حسابا جزاء وعقابا، من ثم يبدأ الاقتصاد الإسلامي، يتدفق منها هنالك وينتشر في المسلمين في المجتمع سلوكا ولطفا ولينا وتكافلا وتوادا وتراحما. هكذا ينتشر الاقتصاد بهذا المعنى، خلقا في المجتمع، خلقا في الأسرة، خلقا في العلم، خلقا في التعليم، خلقا في الإعلام، خلقا في كل شيء مقتصدا. وخير الناس في الإسلام المقتصد، وشر الناس في الإسلام غير المقتصد. ولذلك بالمنطق الإسلامي اليهودي لا يكون مقتصدا، والنصراني لا يكون مقتصدا، يعني هما اللي كيتسموا اقتصاديين بالمنطق الغربي، في المنطق الإسلامي يسحب عنهم هذه الصفة، ما عطيهمش اقتصاد، بزاف عليهم يكونوا مقتصدين. كيف يكون الكافر مقتصدا وهو بين صرف ومخيلة؟ والظلم ضد الاقتصاد، لأن الظلم ليس بعدل ولا باعتدال، والاقتصاد عدل واعتدال. فلذلك وجب أن نحيي هذا اللفظ ونجدد معناه في أنفسنا. رحنا غلطنا بزاف لما استعملنا الكلمة ديالهم ديال الاقتصاد في المعنى اللي بغاو، وخلينا المعنى اللي بغى رب العالمين وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أصبحت هذه اللفظة في الاستعمال الشعبي شتيمة، ولو الناس كيتعايروا بها كيقولوا انت صاحبي كتقتصد، ولا كيسبوا. لو كان يقتصد حقا لكان خير الناس، لكان فيه جزء من 25 جزءا من النبوة، لقاها هو يقتصد، تلك صفة نبوية عالية رفيعة. ولكن غلطنا حينما أخذنا منطق الغرب وعشنا به ونسينا كلماتنا، أنزلها ربنا في كتابه وبثها رسوله في سنته وسلك عليها الصحابة والتابعون بعدهم والصالحون إلى يوم القيامة. ولذلك أحببت فعلا أن يسعى المؤمن إلى اكتساب منزلة الاقتصاد، وجعلتها منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة، لأن طريق العبد المؤمن هو بين إياك نعبد وإياك نستعين كما بيناه في بداية هذه الحصص.
وكما فسره قبل ذلك ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. إذن هو سير العبادة، سير العبادة إلى الله عز وجل لا يكون إلا باقتصاد، والبركة تحصل بعد ذلك في العمر. شوفوا واحد الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم في صلب الاقتصاد، اللي بغى يخدم الاقتصاد الإسلامي ولا يدير فيه بحث بالنسبة اللي يشتغلوا بهذا الشيء، يعني راه بعض الأحيان كاين أحاديث ما تطيحلوش على البال، ما تطيحلوش على البال نهائيا أن فيها الاقتصاد وبالمعنى المالي أيضا، وهو من تم خرج. وذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في عمره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. اللي بغى يطول له عمره ويتوسع له رزقه يصل الرحم دياله. هذا حديث اقتصادي، بل فيه معنى من أهم معاني الاقتصاد، وينقض مبادئ كثيرة من مبادئ الاقتصاد الكافر، لأن الاقتصاد الكافر قائم على قطيعة الرحم. هذا الاقتصاد الكافر قائم على خلق قطيعة الرحم، فكيف إذن ينتج عن صلة الرحم؟ وهو واحد من الأمثلة، وهو كثير هذه المعاني في الإسلام. صلة الرحم، تمشي تزور عمك، خالتك، خوك، باك، أمك، قريبا من أقربائك، تزوره في الله ولله تعبدا، فيجعل الله لك في رزقك بركة وفي عمرك ساعة. مع أنك لما كتمشي تزور العائلة ديالك راك تنفق، كتصرف المركوب وتدي في يدك واحد عدد ديال الأشياء تنفق، والله عز وجل يخلف عليك ذلك لأنك اتقيت ربك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويصبح بعد ذلك الدرهم بين يديك كالمئة درهم أو كالألف، كتولي بركة في المال لأنك كنت معتدلا في دينك، فجعل الله لك بركة في مالك. خيط بل حبل متين يربط بين أخلاق المال وأخلاق الدين، ويتسع عمرك تحصل فيه بركة. وقد قلت قبل الأعمار محدودة لا يزاد فيها ولا ينقص. هل واحد كيستشكل مثل هذه الأحاديث كيف يتزاد ليه في العمر؟ هو العمر رب العالمين جعلوا ساعة لا يستأخرون ولا يستقدمون، ساعة ثابتة لا زيادة ولا نقصان. أما الساعة فساعة، إذا حل الأجل انتهى، لا يزاد ولا ثانية، ولكن تحصل بركة في العمر. ينسأ يؤخر في عمره ليس بمعنى الزيادة الزمنية، ولكن بمعنى الزيادة النفسية. شعورك أنك عشت ألف سنة وربما لم تعش إلا سنوات قلائل. وهكذا كان الصالحون من هذه الأمة يعيشون من الدهر يسيرا، فإذا بهم يشتاقون إلى الله وإلى الآخرة، ويجدون أنهم قد عمروا الأرض، وقد عمروها فعلا، عمروا الأرض بالخيرات والصالحات. وقد قرأنا ورأينا من العلماء والمجاهدين والصالحين من أنجز في الأرض ما لم ينجزه من عاش المئة وزيادة. الإمام الشافعي رحمه الله عاش 54 سنة، إمام الشافعي كده 50 سنة اللي عاش في عمره، ومع ذلك فقهه يملأ الأرض، فقه ديال معمر الدنيا كلها، ووضع للأمة من مناهج العلم وأصول الفقه ما الحسنات إن شاء الله لن تزال تتوافد عليه إلى يوم القيامة، لأنه سن في الإسلام سننا حسنة، فله أجرها إن شاء الله وأجر من عمل بها، ولا يزال الناس يعملون بها إلى يوم القيامة. في عمر وجيز الإمام حسن البنا رحمه الله شهيد مصر عاش 44 سنة، وهو من أول المجددين في هذا الزمان بلا نزاع، ما كاينش عليه خلاف، جدد الدين، كان واحدا من أكبر المجددين للإسلام في هذا الزمان. نشاطه البسيط وحركته المتواضعة قليل، داكشي اللي دار جعل الله فيه بركة، فكأنه عاش أعمارا مديدة عديدة. ومثل هذا كثير بزاف على شيء من الصالحين والأولياء الصديقين، هذو هما الأولياء حقيقة، أولياء الرحمن لا أولياء الشيطان، نعوذ بالله منهم ومن شياطينهم. ينسأ لك في العمر يبارك لك فيه، فتعيش اللحظة مرات عديدة، من الناحية الزمنية تعيشها مرة واحدة، ومن الناحية النفسية والإيمانية، ومن حيث الأجر تعيشها مرات، ويقنع قلبك، تحصل القناعة بما أحرزت وأنجزت، تحصل لك القناعة بداكشي اللي أعطاك ربي من الزمان. كل ذلك أصله الاقتصاد. وحينما يسرف الإنسان في التهام الحياة تنتهي بسرعة، وهذا مشاهد سبحان الله في أوروبا مثلا وفي غيرها من بلاد المسلمين مع الأسف. من حيث التبعية العمياء نجد بعض الناس يسرف في تناول الشهوات،
خصو يعيش شهوات بواحد الشكل حيواني باهمي، فإذا به لا تمضي مدة وجيزة حتى يحرمه الله منها، يقطع عليه في خطرة. عجيب، تحول من ذوق النعمة إلى ذوق النقمة، ومن مراتب الجمال إلى مدارك الوسخ والعفونة. هكذا يعيشون كحياة الكلاب والبهائم، فقدوا الذوق الجميل للحياة بسبب الشره والإقبال الوحشي عن الحياة الدنيا. ما كان اعتدال، فحرمهم الله نعمتها وهم غارقون فيها. مش يخصنهم الفلوس، غارقون فيها ولكنهم محرومون. ورب فقير متواضع في بيت بسيط كوخ نولة يأكل من الرزق يسيرا ويعيش جمالا وسكينة يحسد عليها، ليست عند الملوك ولا عند أهل المال والأعمال. مرتاح مطمئن البال، صلى صلواته وذكر ربه وجمع أطفاله وأكل يسيرا ونام حامدا شاكرا. حياة عجيبة، عجيبة فعلا. كلما تواضعت في عيشك، كلما اقتصدت في حياتك، كلما وجدت لها لذة، وكلما أصرفت وجدت عانتها، وكلما بخلت وجدت عانتها. المسرف معذب، وهذه حياة الصرف والإسراف عندنا عذب، والبخيل معذب، سبحان الله العظيم. وإنما المتنعم حقا المعتدل المقتصد. ومن جمال هذه العبارة أنها مشتركة المعنى كما أشرت إليه قبل، فيها جوج ديال المعاني، معنى ديال الاعتدال ومعنى ديال النية. قصد يقصد أي نوى ينوي، والنية هي أول شرط في قبول الأعمال وفي كونها عبادة أو عادة. وذلك حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيح المخرج في الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والنية القصد، قصد يقصد إلى الله عز وجل، يريد وجهه لا يريد غيره. فلا تكون مقتصدا بالمعنى الذي ذكرنا قبل إلا إذا كنت مقتصدا أيضا بهذا المعنى الآخر، أي قاصدا في كل أمرك وجه الله عز وجل، وهو الذي قلنا قبل إنه عين التوحيد، فهما متداخلان دائرتان، واحدة تصب في الأخرى وتؤدي إليها. خاتمة القول أنه يجب علينا أن ندخل في مجاهدة لأنفسنا، إنه الذي يعيش بخلا أو يعيش صرفا، إما من هذا الطرف ولا من الطرف الآخر، يصعب عليه أن يكون مقتصدا بين عشية وضحى. ماشي يعني راه بخيل غضب غيولي معتدي المقتصد يلقاها، ولا مسرف مبذر غضب غيولي مقتصد يلقاها، صعب. علاش؟ لأن قلت هي خلق، والأخلاق ما كتبدل شيء بسهولة. من زمان كيقولوا المغاربة يتبدلوا الجبال ولا يتحولوا الجبال والطبيعة ما يتبدلوا. هذا معنى صحيح، ماشي بمعنى أنه مستحيل، ولكن هو مبالغة في الدلالة على صعوبة التحول في المجال الأخلاقي طبيعة. فلا بد إذن لذلك من مجاهدة النفس، ستدريب تدخلها في ترويض، كما تشد ذاك الحيوان الوحشي وكتدربه وتروضه باش يولي ولفي. هكذا تريد النفس، بل يراد للنفس، ينبغي أن يراد للنفس تدريب وترويض حتى تسلك وتتذلل وتلين فتكون مقتصدة. فمن ألف البخل والشح فقد تطبعت نفسه على أخبث الصفات، وتحتاج إلى إخراج من ذلك الجحر، يفصل واحد الغار تخرجها. وإخراج النفس من جحرها أشد من إخراج الضب من جحره. معروف في الصحراء أن الضب إلى دخل الغار باش تجبدو من كيبغي تجبد، تشدو من الذيل ديالو يتقطع الذيل ديالو ما يخرج، صعب جدا. كذلك النفس، إلى دخلت لك النفس الغار ديال البخل والشح صعوب جدا أن تخرجها، فتحتاج إلى مجاهدة وإلى تربية، خصها الوقت وخصها بالتدريج. وكذلك النفس أيضا إذا خرجت دلعت في الصرف، مسرف مبذر سفيه تالف ما عنده قرار، يصعب عليك أن تقيدها، إنما ملفش تقيد. فهذه مذمة والأخرى مذمة، والأولى مشكلة والثانية مشكلة، ولا حل لهما معا إلا بالمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذن خصك دير خطة طويلة المدى، يكون عندك نفس فيه الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. تدرب نفسك إن كنت من البخلاء الشحيحين على التقرب من الكرم ومن أهله، عسى أن تتخلق بأخلاقه.
تعاشر أهل الكرم وتتقرب من خلق الكرم، ولا يكون لك ذلك إلا بتجديد التوحيد في قلبك وبتجديد اليقين بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ترجع إليه وتربي نفسك عليه. كلما عرضت لك نازلة من البخل أو الشح عد إلى الله، فر إليه وإلى اسمه الرزاق، تجد راحة من بخلك وتجد قوة على شحك. لما تدخل معه في المدبزة في مصارعة تجد قوة من اسم الله الرزاق على بخلك وعلى شحك، تغلبه حينا ويغلبك حينا حتى تكون في نهاية الأمر منتصرا. وكن على يقين أنك إن أخلصت لله في هذه المعالجة سينصرك الله، لأنك تحارب إبليس، البخل الشح من أخلاق إبليس ومن نفث الشيطان، وأنت آنئذ بنية عبادة الله عبد بل جندي لله، وإن جندنا لهم الغالبون، سيغلبك الله عليه وسينصرك عليه. أما إن كان داؤك الصرف مبذر مشتت، فما عليك إذن إلا أن تروض نفسك بالقيود. أنت ماشي بغي تطلق نفسك دابا، هذه النفس مطلوقة فيت القياس، تحتاج إلى قيود. وما ألفت نفسك القيود، فعاشر أهل الزهد وأهل الاقتصاد والقناعة، وعاشر المساكين والفقراء، را فيهم بركة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب المساكين. انظر إلى من دونك رزقا، انظر إلى من دونك سكنا، انظر إلى من دونك لباسا، وكثير منهم له قناعة عجيبة، تجد لنفسك في ذلك مثالا وقدوة. وانظر إلى رسول الله قبل ذلك وبعده، وسيرته وشمائله، انظر إلى ذلك كيف كان عليه الصلاة والسلام يرضى بالقليل. إذا نظرت ذلك النظر فإنك ستتعلم كيف تقول لنفسك لا، كيف تقول لنفسك لا. مشكلة المسرف أنه لا يستطيع أن يقول لنفسه لا، عبد لنفسه، عبد لشهواته. وإنما تستطيع أن تقول لا للنفس إذا أبصرت أن هذا الممنوع الذي تريد النفس أن تتعدى إليه أمر مشتعل ملتهب، قطعة من النار، أو أنه يقود إلى النار. إذا تعلمت ذلك وشاهدته وأبصرته فإنه سيسهل عليك شيئا فشيئا، هذه تربية لا تحصل طفرة، يسهل عليك شيئا فشيئا أن تلجم نفسك وأن تقيدها عند حدودها. وذلك الورع عن كل شبهة وعن كل مسلك من شأنه أن يقود إلى شر أو إلى فساد مع طول الأمر. أن تقول للنفس لا، أن تمنعها، أن تقيدها، أن تلجمها، إنما يقع ذلك أيضا حينما تبصر أن النفس ترغب في الشهوات لا في الحاجات، وهذا مقياس لطيف، أي أن عليك أن تلبي لنفسك ما تحتاج لا ما تشتهي، وبينهما فرق كبير. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه قال مرة لأحدهم: أكلما اشتهيتم اشتريتم؟ أكلما اشتهيتم اشتريتم؟ الأولى بالمؤمن أن يشتري ما يحتاج لا ما يشتهي، لأن شهوات النفس لا حدود لها والحاجة محدودة. حاجتك إلى الطعام مثلا محدودة، شهوتك إليه غير محدودة، حاجتك إلى المال محدودة، شهوتك إلى المال غير محدودة. لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانية شهوة، ولو كان له واديان لابتغى إليهما ثالثة، هذه شهوة وليست حاجة. أما واد واحد من المال فيغرقه، ماشي غير الحاجة دي يلبيها، يلبي حاجته وكمال ذلك وزيادة. ومشكلة المسرف أنه تغلبه شهواته ويتعدى حاجاته. اجعل لك مقياسا في أمرك كله، خذ ما تحتاج ودع ما دون ذلك، فرق بين الحاجة والشهوة، فإن النفس لا تزال تشتهي تشتهي حتى تشتهي الحرام، هكذا يقع. أما إن وقفت عند حدود الحاجة فبإذن الله لن تصل إلى الحرام، لأن الشارع الحكيم كما في مقاصد الشريعة ضمن لك بمقتضى الأحكام الشرعية، ضمن لك ضروراتك وحاجاتك وزيادة، والزيادة التحسين والكمال والجمال، وما دون ذلك بعد فلا يكون إلا في الصرف وفي الحرام. اللهم اجعلنا من المقتصدين، اللهم اجعلنا من أهل الحق، اللهم اجعلنا من أهل الدين، اللهم ارزقنا الورع واجعلنا لك من الشاكرين.
وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ويغفر الله للمسلمين.